هذا وقد صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 37 لسنة 2023 بتعديل المادة 1 من المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1977 بإنشاء نادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. تحل عبارة الوزير المعني بشؤون البلديات محل عبارة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والواردة في المادة 1 من المرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1977 بإنشاء نادي راشد للفروسية وسباق الخيل.